السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا بناتنا الأعزاء طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج مدرسة على الهواء ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. يشرفنا في هذه الحلقة أن يتواجد معنا أستاذ هشام درويش، خبير مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك يا مستر هشام. أهلا أستاذ محمد، وربنا يكرمك وإن شاء الله يكون إيه حلقة موفقة إن شاء الله بإذن الله. برضو يمكن واحنا ماشيين في منهجنا الحمد لله تمكننا من انتهائنا من اول باب، خلص اول باب على خير وسلام. النهاردة لينا واقفة مع الباب الاول جيولوجيا، لازم برضو نحاول ان احنا نعمل ريفيجن كده سريع على اهم الجزئيات اللي درسناها فيه، ونحاول نربط الخيوط ببعض عشان نقدر ننسج الباب الاول بشكل كويس ويفضل عالق في ذهننا على طول. طبعا بنذاكر بنذاكر بنذاكر، لما بنذاكر بنقدر نفهم السؤال كويس جدا، فهمك للسؤال تلات ارباع طريقك للاجابه. انت فهمت سؤالك، هتعرف هو عايز ايه، هتحدد الاجابه بتاعتك وتبتدي على بركه ربك تبتدي بقى ايه تجيب على طول. مستر هشام، في بداية لقائنا برضه عايزين نصيحة كده سريعة لأبنائنا الطلاب عشان نقدر نعمل ريفيجن كده على جزئيات الباب الأول بسرعة. ربنا يكرمك، عفوا. ربنا يكرمك، انت حضرتك قلت لي ايه؟ نذاكر نذاكر نذاكر، هي كلمه صح جميله جدا جدا، بس هضيف يعني حط لي في الوسط كده ونراجع يعني نحل، يعني اذاكر دي شيء مهم جدا جدا، اذاكر المعلومه اقراها كويس احفظها افهمها كويس، وبرده مش ممكن المذاكره لوحدها من غير تطبيق، لازم اطبق. قلنا نحل اكبر كم من الاسئله، اكبر كم من الاسئله بتنوع، عندي دليل التقويم، عندي امتحانات سابقة للوزارة اللي عاملينها الوزارة كلها موجودة على الموقع، نحاول نجيبها نحل أكبر قدر ممكن في الأسئلة، المذاكرة والمراجعة، وحاول طبعا دايما دايما القديم نربطه بالجديد، القديم نربطه بالجديد. الأستاذ محمد طبعا برضو قال لي معلومة جميلة جدا جدا، فهم للسؤال طريق الحل السؤال نفسه. لو سمحتوا لو سمحتوا نصيحة لأبناء كلهم، السؤال يتقري مرتين، السؤال ما اخدش اول جزء في السؤال واجاوب، عشان خاطري اقرا السؤال لاخر كلمه واقرا تاني، بعد كده ابدا فكر او خد قرارك في ايه طريقه الحل بتاعتك. في طريقه الحل السؤال يتقري عشان خاطري مرتين، مش هيضيع وقت، بالعكس هتاكد وانا بكتب الاجابه هبكتبها بثقه تماما تماما تماما. ربنا يكرمك يا استاذ. نبتدي بقى بلقائنا اليوم يا مستر هشام بمجموعة أسئلة كده متنوعة، وإحنا بنعرض أسئلتنا ماشيين بنفس نظام البوكلت إلى حد كبير جدا، بمعنى إن أنت هتلاقي أسئلة متفرقة، بتحاول تركز معانا نفهم السؤال نبتدي نشتغل مع بعض. يهمنا جدا وإحنا شغالين النهاردة إن إحنا نعلمك طريقة تفكير، بمعنى أنت يا فرحتي أنت وصلت الإجابة على طول أو جاوبت على طول، لأ أنا نفسي كده مهما كان السؤال فيه نسبة صعوبة بالنسبة لك، لأ تفكر مع الشكل، تفكر مع التركيب، مع تفكيرك هتقدر تحلل الجزئية اللي عندك وتقدر تصل لإجابتك وتجيب إجابة كاملة. نبتدي أول أسئلتنا مستر هشام، بيقول لي تخير الإجابة المناسبة لكل مما يأتي. سؤالنا دلوقتي، التراكيب التكتونية المبينة بالشكل الموضح تكونت نتيجة تأثير، ومديني كده مجموعة اختيارات، هل قوة شد، قوة ضغط، قوة شد وضغط، أو ضغط وشد، عوامل بيئية ومناخية. مستر هشام، الشكلين اللي قدامنا دول فيهم تراكيب جيولوجية، يا ترى تكونت نتيجة تأثير قوة شد، قوة ضغط، قوة ضغط وشد، عوامل بيئية ومناخية. هو بالنسبة للسؤال الاختيار من المتعدد اتفقنا دايما ايه نخليها يفضل بالحذف، يفضل ايه بالحذف، فانت بتقول لي التركيب اللي امامك، فالتركيب اللي امامك اول حاجة ابص عليها اشوف التركيب ديت اصلا ايه، انا شايف فالق خسفي وفالق اللي هي البارز، الخسفي والبارز، في الفالق الخسفي او الفالق البارز حضرتك قلت لي مشكورة ان هما ايه فالقين عاديين اتحدا، سواء في صخور حائط العلوي او صخور حائط السفلي ايا كان، يعني فالقين عاديين. نرجع تاني سؤال جميل جدا جدا جدا، ان انت بتربط الفالق العادي دوت نتيجه قوه ايه؟ فنيجي نبص كده، انا افتكر الفالق العادي هو ايه؟ فالق تحرك صخور حائط العلوي الى اسفل نتيجه شد.
هيبقى الاختيار دوت اللي هو قوه شد. ده لو انا ربطت السؤال بالطريقه دي، او نقولها بالحذف برضو. بالحذف هتبقى نقول ايه؟ الضغط لا، لانها مش فلق عادي. بالنسبه اللي هو الضغط وشد طبعا برضو لا، لان مش موجوده متركبه، ولا عوامل بيئيه ومناخيه بقى قوه شد. يبقى الإجابة مرة أخرى تأثير قوة شد. نرجع لسؤال آخر، مستر هشام بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الدال على. تركيب جيولوجي تكون نتيجة ضغط، أحدث طبقاته تحاط من الجانبين بصخور أقدم. تركيب جيولوجي تكون نتيجة قوة ضغط، أحدث طبقاته تحاط بطبقات أقدم. نتيجه قوه الضغط يبقى انا عندي الفالق، سوري عندي الطيه نتيجه قوه الضغط. يبقى نعلم كده، انا قوه الضغط يبقى ايه؟ هنقول طيه، احتمال محدبه واحتمال مقارنه. حضرتك بتقول لي ان هي ايه؟ طبقاته تحاط من الجانبين بصخور اقدم، يبقى اللي في المركز ايه؟ احدث. يبقى احدث الطبقات في المركز يبقى ديت هتكون طيه مقعره، الطيه المقعره. يبقى الإجابة طية مقعرة على طول. ينفع استاذ محمد نقول طيه واسكت؟ لا ما ينفعش، ليه؟ كده هتبقى إجابة غير محددة، محدده. كده إجابة غير محددة، الله أنا ما يكرمك. حددتش اسم التركيب هنا إيه. يبقى اتاكد لي ان هي طيه نوعها كذا. ولازم أقول نوعها مقعر. الله يفتح. سؤال آخر مستر هشام بيقول لي تخير الإجابة المناسبة لكل مما يأتي. السطح رقم واحد بالشكل المقابل تكون نتيجة تأثير نقط ويسمى نقط. علما بأن مديني كده كلمة الكوارتزايت المكتوبة ديت نوع من الصخور المتحولة. الله كتب يفتح. لي بقى كده، هل تأثير عوامل تعرية وعدم توافق زاوي، انقطاع ترسيب وعدم توافق انقطاعي، انقطاع ترسيب وعملية تحول، عوامل تعرية وعدم توافق متباين؟ الله يكرمك. طبعا طبعا في السؤال ده جميل جدا جدا، كان مهم جدا حضرتك لما قلت لي ايه ان لفظ كلمه كوارتزايت ده كوارتزايت على اساس كلمه غريبه عن ابنائنا لسه ما درسوهاش لحد دلوقتي. ادرسوها بعد كده. فانت بتقول لي ان هو صخر متحول، خلاص يبقى الجزء اللي تحت دوت صخر متحول. فوقي انا شايف صخور رسوبيه افقيه، صخور رسوبيه، فدي صخور رسوبيه فوق صخور متحوله، يبقى دوت اكيد اكيد حصل هنا تعريه وحصل عدم توافق ايه؟ متباين. تعريه وعدم توافق متباين. لو قلنا تعريه وعدم توافق زاوي، انا مش شايف زوايا خالص، انقطاع الترسيب وعدم توافق انقطاعي، مش شايف انقطاع في الترسيب خالص، انقطاع الترسيب وعمليه التحول لا. يبقى الاجابه الايه؟ الاخيره. نرجع مستر هشام تاني بيقول لي تبين القطاع التالي في الكره الارضيه ثم اكتب اسم ورقم التركيب اللازم. وبنحدد هنا بياكد عايز اسم ورقم التركيب اللازم، لان برضو ابنائنا هنا بيتسرعوا على طول، بيفرح بالسؤال ويكتب اسم التركيب على طول ويتناسى الرقم. اول جزئيه بيقول لي يتكون من صخور صلبه من اكاسيد الحديد والسيليكون والمغنيسيوم. طب صخور صلبه من اكاسيد الحديد والمغنيسيوم والسيليكون، طالما ان هي جزء صلب يبقى دوت ايه؟ الوشاح. ما اقدرش اقول الوشاح واسكت بس محمد، ما اقدرش اقول الوشاح، لان في جزء في الوشاح قلنا صخور مائع لدنا، يبقى الجزء الصلب اللي هو الصخور ايه؟ الوشاح الايه؟ السفلي، او الجزء من السفلي من الوشاح. الجزء السفلي هنا من بس إيه؟ الوشاح. ايوه يبقى رقم. ابتدي بقى اشوف بقى رقم كام. الله طب يفتح. انا هعرف الرقم ازاي؟ أنا ممكن ابتدي من مركز الارض للخارج، فانا عندي مركز الارض ده رقم 6 اللي هو لب الارض المركزي او الداخلي، فوقيه لب الارض الخارجي، يبقى رقم 4 على طول هيبقى الله. الوشاح الداخلي على طول، يبقى الجزء الداخلي من الوشاح اللي هو ما بنساش اكتب رقم 4 عندي. الله يكرمك يا استاذ محمد. الاسم والرقم، الاسم والرقم، الله يكرمك. كل جزء عليه جزئية رقم. من الدرجة. يوجد به مصهور الحديد والنيكل، يوجد به مصهور الحديد والنيكل. سؤال سهل قوي، فالابنان على طول بيقولوا ايه؟ اللب الخارجي. بس ما تنساش كلمة الرقم، ما تنساش كلمة الرقم زي ما حضرتك قلت لي ايه. يبقى هقول اللب الخارجي رقم 5. سؤال آخر، تبلغ كثافة صخوره 14 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طبعا 14 جرام لكل سنتيمتر مكعب. افتكر الكثافة دي انا خدتها في اللب الداخلي واللب الخارجي. كان اللب الداخلي كان 14، اللب الخارجي 10، فهنا طبعا يبقى ايه؟ اللي كثافته 14 هو اللب الداخلي، ودوت اللي هو ايه؟ رقم 6 عندنا. رقم 6 على طول اللب الداخلي. اختر ايضا الاجابة المناسبة. يعتبر الشكل التالي نوعا من التراكيب الجيولوجية، مديني الشكل بالشكل ده كده اهو، الشكل ده نوعا من التراكيب الجيولوجية،
هل أولية ولا التكتونية ولا الثانوية ولا كل ما سبق؟ احنا قلنا التركيب الجيولوجيه قلنا فيها نوعين، هل هي اوليه؟ مش واخد بالي انا، شايف بس ايه، حاجه على شكل طينه، شكل يعني، واخد بال حضرتك؟ هل هي تكتونيه؟ لا مش تكتونيه، يبقى نشطب الاجابه دي. ثانويه؟ لا مش ثانويه، يبقى بالتالي طالما انا شطبت اجابتين يبقى كل ما سبق غلط خالص، يبقى هي التركيب الاوليه اللي هي التشققات الطينيه. الله يفتح عليك. يبقى الشكل ده مرة تانية يا مستر هشام، ده انا شايف طينة مشققة، يبقى دي تشققات طينية، واحنا درسنا ان التشققات الطينية احد انواع التراكيب الجيولوجية الأول الاولية على طول. سؤال اخر بيقول لي ادرس الشكل التالي ثم اجب عن الاسئلة التالية. ادرس الشكل التالي ثم اجب عن الاسئلة التالية. بيقول لي اذا كان الصخر دي هو الصخر النيلي المكون للقشرة القارية فتعرف عليه. الصخر دي ده هو الصخر الناري المكون للقشرة القارية، تعرف على الصخر دي. والله سؤال لذيذ قوي. هنفترض إيه؟ انت حضرتك بتقول لي ايه، بص الصخر دي هو الصخر الناري المكون من صخور القشره الارضيه. هتفتكر القشره الارضيه دي، انا فاكر ان هي كانت قشرة صخور قارية. القاريه، سوري، الصخور القاريه، فالقاريه دي كانت بتكون من صخور جرانيتيه او صخور جرانيت، جرانيت، يبقى ده صخر ناري اسمه جرانيت، ده مبدئيا، يبقى صخر ناري اسمه ايه؟ الجرانيت. نيجي بقى بنبص على الرسمه يبقى بتاعتنا. كده اتحدد دي يا مستر هشام ان دي اصبح دلوقتي صخر ناري يسمى صخر الجرانيت. جرانيت، الله يكرمك. فانت بتسالني في السؤال بتقول لي ايه اذا كان صخر، فتعرف عليه اللي هو صخر الجرانيت. الله طب يكرمك. السؤال بقى بيقول لي سين سين وصاد صاد سطحا عدم توافق، ما نوع كل منهما؟ ما نوع كل منهما؟ استاذن حضرتك بس في صاد صاد، انا عندي اتفضل. صخر ناري جرانيت اهو، صخر ناري صاد صاد، صخر ناري وفي ايه صخور رسوبيه، يبقى ده عدم توافق متباين. يبقى صاد صاد مرة تاني يعتبر عدم توافق متباين لوجود صخر ناري يعلو طبقات من الصخور الرسوبية. الله يكرمك. نيجي بقى ايه الصخور اللي هي بتاعت ايه، سين سين، السطح اللي هو سين سين، انت بتقول عدم توافق. انا شايف طبقه وطبقه، الطبقه ديت الطبقه دي موازيه للطبقه اللي فوقيها بالظبط، في توازي بينهم، في بعض الابنية حصل لخبطه بينهم ان شاف ايه البتاعه دي كده مايله، فده عدم توافق. زاوي ايه؟ زاوي. لا يا جماعه، انا الطبقه باخدها ازاي؟ خد السطح ده مع السطح ده، في توازي ولا لا؟ الطبقه دي كلها فيها توازي مع الطبقه اللي فيها، انا شايفها. هل الخط ده احتمال يعني شايف الخط ده فيه ميل بحيث ان ممكن يطلع لفوق؟ ما حصلش خالص. فالطبقه دي كلها على بعضها طبقه سطحها العلوي وسطحها السفلي متوازيين تقريبا، فبالتالي هي طبقه افقيه عاديه خالص وموازيه للطبقه اللي فوقيها، فده سطح عدم توافق انقطاعي وليس زاوي، انقطاعي وليس زاوي. يبقى انا ببص لشكل الطبقة ككل، سطح علوي وسطح سفلي، وقارنها بالطبقة اللي فوقيها، الله يفتح. وجدت ان الطبقة اللي عندي كاملة توازي الطبقة اللي فوقيها، مفيش اي ميل، مش جاية بميل، مش عاملة زاوية، خلاص يبقى ده سطح عدم توافق انقطاعي على طول. امتى يكون زاوي؟ لو احدى الطبقتين، الطبقة القديمة عاملة زاوية، عاملة زاوية مع الطبقة الاحدث منها. استاذ حضرتك يا استاذ محمد، لو كان السطح السفلي او السطح العلوي بتاع الطبقه دي، السطح السفلي، السطح نفسه بتاع الطبقه، السطح نفسه عامل زاويه مع مع اللي هو سين سين دوت، ساعتها هنقول ايه؟ زاوي. بس السطح دوت موازي تماما، ما فيهوش اي حاجه تخليه يتقاطع معه. بيقول لي اكتب اهمية جيولوجية لكل مما يأتي. مستوى الفالق، اكتب أهمية جيولوجية لكل من مستوى الفالق. مستوى الفالق بالنسبة للأهمية الجيولوجية، أول حاجة اللي عن طريق مستوى الفالق ممكن نعين أول حاجة نوع الفالق، نوع ده الفالق اللي هو تحديد نوع الفالق، ودي نقطة بتتحرك برضه على مهمة. جانب اللي هو المستوى، لازم تتحرك على جانبيه كتل الصخور، واخد بالك؟ وعلى أساسها حسب اتجاه الحركة، حسب اتجاه الحركة نقدر نحدد إذا كان فالق أو عادي أو فالق معكوس، معكوس. فحسب اتجاه إيه الحركة. ممكن برضو مستوى الله الفلك يفتح. يا مستر هشام يصعد خلاله او يصعد في مستوى الفلك بعض النافورات والعيون الساخنة، ممكن تترسب على جانبي مستوى الفلك بعض المعادن ذات القيمة الاقتصادية. اقتصادية، الله يكرمك. سؤال اخر، عايزين اهمية جيولوجية لوجود خدوش على حائطي الفلك.
لو وجدنا بعض الخدوش على جانبي او على حائطي الفالق، هذه الخدوش ممكن تعبر عن اتجاه حركة الصخور. بمعنى لو هذه الخدوش مثلا رأسية تدل على ان الصخور تحركت الى اعلى او الى اسفل، اذا كانت افقية تدل على ان الحركة كانت في وضع افقي. حدوث تغير للمحتوى الحفري فجأة بين مجموعتين من الطبقات، دي كانت من ضمن العلامات يا استاذ محمد اللي خدناها، ان هي بتدل على عدم توافق. بس لو سمحت يبقى نقول عدم توافق انقطاعي، عدم توافق انقطاعي، لان حدوث تغير المحتوى الحفري عدم توافق يستحسن نقول ايه؟ عدم توافق انقطاعي. حدد اسم علم الجيولوجيا الذي، حدد اسم علم الجيولوجيا الذي يدرس الانظمه البلوريه المختلفه. ده طبعا اللي هو ايه؟ علم البلورات والمعادن، علم البلورات والمعادن. يدرس اماكن ترسيب الفتات الصخري بعد نقله. الصخور لما بتتفتت وتتنقل وبعد كده يحصل لها عمليه ترسيب يا مستر هشام، اكيد ده علم الطبقات. الله يكرمك. الصخور ديت الفتات ده بيترسب فوق بعض في صورة طبقات فيديني طبقات صخريه، يبقى كده ده هذا العلم هو علم الطبقات على طول. يدرس خواص الصخور بغرض انشاء حاجه زي مثلا العاصمه الاداريه الجديده. يبقى مثلا ايه؟ يبقى جيولوجيا لما بعمل مدن جديده، بعمل كباري، بعمل مش عارف ايه، وبدرس خواص الصخور عشان يبقى دي جيولوجيا الهندسيه، الجيولوجيا وخاصه الخواص الميكانيكيه والهندسيه للصخور، يبقى ده فرع الجيولوجيا الهندسيه على طول. بيدرس اشكال الفوالق والطيات على سطح الارض. برضه يعني بنعلم ابنائنا، انا المصطلح ده يا استاذ محمد مش موجود عندي خالص خالص كجمله، بس ايه؟ بيدرس اشكال الفوالق والطيات. الفوالق والطيات ده انت حضرتك قلتها لي ان هي من التراكيب الجيولوجيه، من التراكيب الجيولوجيه، يبقى ممكن استفيد عنها. يدرس اشكال او التراكيب الجيولوجيه على سطح الارض، يبقى الجيولوجيا التركيبيه. ابني لازم يترجم الكلمات اللي هي المبهمه عنده عشان يقدر يوصل للايه؟ للمصطلح. الله يكرمك. اختر الإجابة المناسبة من كل مما يأتي. التركيب الجيولوجي الذي تكون نتيجة تأثير قوى ضغط، يعبر عنه الشكل رقم، ومديني كده مجموعة أشكال من 1 لـ4. طبعا رقم 1 ده مستر هشام فالق بارز، رقم 2 ده فالق خسفي، رقم 3 يعني فالق برضو كسر والصخور مش قدام بعضها، وملاحظين ان الكتلة ديت الحائط العلوي اتحركت لأعلى خلاص، لكن رقم 4 صخور الحائط العلوي اتحركت لاسفل. هو مبدئيا بص يا استاذ محمد برضه من الطريقه اللي بتاع، اولا الفالق البارز اللي حضرتك قلت لي عليه نتيجه اتحاد فالقين، فالقين عاديين، يبقى والعادي نعرف ان هو قوه شد، يبقى تلغي نمره 1. نمره 2 فالقين عاديين نتيجه قوه شد، يبقى تلغي نمره 2. هنبدا نفكر في 3 و4. حضرتك مشكورا حددت الاول اللي هو الحائط العلوي اللي هو حضرتك مثلا في 3، الحائط العلوي اهي في 3 بيتحرك الى اعلى، اتحرك لا ونمره 4 تحرك الى اسفل. اللي بيتحرك لاعلى يبقى ده الفلق المعكوس، وده بيكون نتيجه ضغط، يبقى نمره 3. يبقى كده الاجابه رقم 3 اللي هي الفلق المعكوس اللي اتكون نتيجه تاثير قوه ضغط. فكرنا واحده واحده ولغينا وبين بعد كده قررنا. مستر شين بيقول لنا قارن بين دور الجيولوجيا في مجال الطاقة ودور الجيولوجيا في مجال البناء. تعالوا كده أبنائنا نشوف برضو الدورين دول كده بسرعة. طبعا في مجال الطاقة الكشف عن مصادر الطاقة المختلفة، إذا كانت فحم، إذا كانت بترول، إذا كان غاز طبيعي، وما بننساش بعد إذنكم المعادن المشعة. أما في مجال البناء البحث عن مواد البناء المختلفة، سواء كانت حجر جيري، طفل، رخام، جبس، بالإضافة للتخطيط لإنشاء المشروعات العمرانية المختلفة، سواء كانت ناطحات سحاب، سدود، قناطر، كباري، أبراج إلى آخره. نرجع مستر هشام تاني. عندنا سؤال دلوقتي بيقول لي اكتب اسم العصر الدال على. عصر يتميز بتنوع الزواحف في بيئات مختلفة على سطح الأرض. والله حضرتك بص، الزواحف دي أنا أخدتها في أربع أماكن، أخدتها في البرمي بداية الزواحف، الترياسي والجراسي والطباشيري، اتكلمنا عن الزواحف. بس العصر اللي كان فيه زواحف طائره وزواحف مائيه وزواحف على اليابس، تعيش على اليابس، ده كان الترياسي. ده كان ايه؟ الترياسي. يبقى الاجابه العصر الترياسي على طول. سؤال اخر مستر هشام بيقول لي ادرس الشكل التالي ثم اجب عن الاسئله التاليه.
يقول لي من خلال التركيب رقم 5 وشكل الحبيبات تعرف على اسم الصخر واحد. من خلال التركيب رقم 5 وشكل الحبيبات تعرف على اسم الصخر واحد. انت هنا بتسالني عده اسئله في وقت واحد يا استاذ محمد، يعني عده اسئله برضو ابني من خلال التركيب رقم 5، يبقى لازم احدد في دماغي ايه هو التركيب رقم 5 احدده. فالتركيب رقم 5 انا شايف طيه، شايف طيه ومش موجوده فوق، شايف طبقات مائله يعني ومش موجوده فوق، شايف في فالق والفالق ده وقف لغايه 5، في حاجات معينه، المهم ايه وقف لغايه 5. ف5 ده سطح عدم توافق، هنقول لغايه دلوقتي سطح عدم توافق. لما بيكون سطح عدم توافق من ضمن العلامات اللي بتدل عليه وجود حصى مستدير، حصى مستدير يعلو سطح عدم التوافق، حصى مستدير بسميها الكونجلومريت. يبقى الصخر رقم واحد او الطبقه رقم واحد عباره عن الكونجلومريت او ايه بنقول حصى مستدير، بس الافضل كلمه الكونجلومريت. بيقول لي تعرف على اسم التركيب الناري رقم 2. الله يكرمك. التركيب رقم 2 ده اللي مر بالطبقات دي كلها. بص يا استاذ محمد، ادي الطبقه كده ماشيه كده، هو عدى ايه؟ عدى قطعها، مر بكذا قطعها طبقة. قطعها، فده بنقول عليه سد قاطع او الايه القواطع أو العرق. او العروق، واخد بال حضرتك ازاي؟ بيقول لي بعد كده قارن بين التركيب 3 والتركيب 4. قارن بين التركيب 3 والتركيب 4. التركيب 3 طبعا ايه، انا شايف التركيب 3 ده سطح الطبقات مش قدام بعضها. مش قدام بعضها، فيبقى ده فالق، ده يبقى ايه فالق. تركيب 4، تركيب 4 طبقات مطوية، يبقى دي ايه طية. بس برضو نجي ايه، لازم نحدد برضو نحدد نوع الفالق ونوع الطيب. نحدد نوع الفالق ده، السطح صخور حائط العلوي ده، السطح ابتدى صخور حائط العلوي اللي هي الجزء ده، صخور حائط العلوي تحركت الى اعلى الى الى اسفل. اه صخور الحائط العلوي اتشدت ونزلت لتحت شويه، سوري اتشدت ادي ونزلت الطبقه دي. لاسفل شويه. بالنسبه يا جماعه ولادي لازم ايه، لو الالوان مش واضحه قوي احدد الطبقه معينه كده اللي همشي عليها، يعني مثلا الطبقه دي منقطه ودي منقطه، فانا هنا صخور حائط العلوي الطبقه المنقطه دي اللي فوق ديت نزلت لاسفل، يبقى صخور حائط العلوي تحركت الى اسفل، يبقى دوت لازم اقول ايه فالق عادي على طول عادي كويس. والتانيه ديت هنقول ايه، ديت طيه طيه ديت محدبه محدبه. نيجي بقى نبدا نقارن، يبقى انا حددت يا راس السؤال ان هو طي فالق عادي وطيه محدبه. اول حاجه نتيجه قوه شد الفالق العادي يعني نتيجه تاثير قوه شد الفالق. الطيه هتكون نتيجه ايه، قوه ضغط كويس. الفالق العادي اللي هو ايه، تتحرك صخور الحائط الحائط العلوي الى اسفل بالنسبه لصخور الحائط السفلي، الله يفتح، بينما الطيه اللي هي بنقول الانحناء او تجاعد تنحني الطبقات الى اعلى واقدم الطبقات في المركز. يبقى دي ايه، ممكن اضيف عليهم، ممكن اضيف عليهم لو تحب زياده قوي، فوائد الفوالق وفوائد الايه الطيات. مستر هشام بيقول لي ما الرقم الذي يعبر عن اقدم هذه التراكيب الجيولوجيه عمرا؟ اقدم التراكيب الجيولوجيه عمرا. طبعا احنا عندنا دلوقتي في طيه وفي فالق، خلاص في طيه وفي فالق، الله يكرمك. واضح جدا الطيه موجوده اهيت في الاول وعندي مر بيها فالق، وفي كمان سطح عدم توافق. مين الاقدم عمرا هنا؟ بص يا استاذ محمد، انا دلوقتي هي الطيه عدى منها العروق، الطيه قطعها الفالق وايه وحرك الطبقات بتاعتها، حركه الطبقات بتاعتها، الطيه موجوده وترصي فوقيها حاجه بحيث انه عمل عدم توافق، يبقى اقدم الطبقات هنا الطيه المحدبه، اقدم الطبق التركيب الطيه المحدبه. يبقى رقم 4 هي الطيه، هي دي تعتبر اقدم التراكيب الجيولوجيه عمرا. لو حبيت حضرتك تسالني الاحدث، يبقى الاحدث عندي بالنسبه لي ايه، هيكون ايه، سطح عدم التوافق التوافق. رقم 5 على طول. الله يفتح عليك. طب لو حددنا برضو هنا نوع سطح عدم التوافق يا مستر هشام. نوع سطح عدم التوافق انا شايف، الله يفتح عليك، هنا بقى ايه نقدر ايه. بص يا استاذ محمد، امسك اي طبقه، ادي الطبقه دي السطح العلوي بتاعها او السطح السفلي بتاعها عامل زاويه، امسك الطبقه دي يا استاذ محمد، السطح العلوي بتاعها عامل زاويه، الطبقه كلها سطحها العلوي والسطح السفلي عامل زاويه، غير الرسمه اللي كنا شفناها من شويه كان كل افقيه، الطبقة كانت افقيه متوازيه تماما، ماليش دعوه بالرسومات اللي جوه، النقط اللي جوه مائلة على طول. كلها دي طبقات مائله، يبقى سطح عدم توافق زاوي، سطح عدم توافق زاوي. الله يفتح عليك. بيقول لي بعد كده اختر احد السؤالين الف او ب ثم اكتب مثالا لكل من تركيب تكتوني تكون نتيجه قوى شد،
تحط فيه الطبقات القديمة من الجانبين بطبقات أحدث. طبعا هنا برضو ايه، هنا يا مستر هشام احنا خدنا حاجة قريبة من كده من شوية وغيرنا كلمة. كان قبل كده كنا بنقول تركيب تكتوني تكون نتيجة تأثير قوة ضغط وقوة ضغط، قلنا الطبقات القديمة كان حواليها، كنا قايلين الطبقات الحديثة حواليها طبقات أقدم، فقلنا طيب مقعرة. طب لو الطبقات القديمة بقى محاطة بطبقات أحدث نتيجة تأثير قوة ضغط هتبقى طية محدبة على طول. لكن هنا بقى السؤال فيه كلمة واحدة اتغيرت، أبنائنا التسرع ربنا يكرمكم. نقرأ السؤال جيدا، الله بيقول يكرمك. لي تركيب تكتوني تكون نتيجة تأثير قوة شد، شد تحط فيه الطبقات القديمة من الجانبين بطبقات أحدث. معايا يا استاذ محمد. بص يا استاذ محمد، هو طبعا نقرا الجمله حضرتك مشكورا ربنا يكرمك. انا كلمه لو كان ضغط كنا يعني اولادنا لما بيقروا بقى اقدم واحدث دي على طول بيدخلوا على طول في الطيه، الطيات على الطيه طول. على طول. بس هنا لو سمحت يا استاذ محمد، انت قلت قوه شد، يبقى اكيد انا دخلت في الفوالق. الحاجه اللي عندي نتيجه قوه شد المذكوره عندي في المنهج اللي هي ايه؟ الفوالق. وطالما طبقات محاطه من الجانبين يبقى يبقى في عندي فالقين على طول بيأثروا على الصخور على طول. الله يكرم، يبقى عندي الشكل بتاع البارز، البارز او ايه الخسفي. هنتكلم على البارز او ايه الخسفي. طب هنقول يا استاذ محمد ايه الطبقه دي والطبقه دي والطبقه دي نفس الطبقه هي هي. خلي بالك دي حديثه ودي قديمه، يعني ديت ايه؟ دي حديثه اهي، دي طبقه، يبقى دي هنا الاقدم. كل ما انزل لتحت كل ما يكون اقدم. الاقدم جنبيه طبقات ايه؟ حديثه. حديثة من هنا ومن هنا يبقى ده فالق ايه؟ بارز. بارز على طب طول. نرسمها رسمه لنفسنا. هنا عندي الطبقات دي، الطبقه دي هي الطبقه دي، كويس. هنا الطبقات دي هنا احدث، اللي جنبها ايه؟ اقدم منها، يبقى بالتالي ايه؟ دي محاطه باقدم. يبقى الرسم اللي عندي هنا طبقات قديمه محاطه من الجانبين بطبقات احدث، يبقى الفالق البارز يا استاذ محمد. وابنائي يا ريت بنفس الطريقه يرسموا وهم في اللجنه او في الامتحان يعملوا بنفس الطريقه. طالما قوه شد يبقى اكيد فالقين ويحلوا على اساسها. معانا اتصال يا مستر هشام، معانا محمد من البحيره. اهلا وسهلا بك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مستر، عامل ايه؟ منورنا في حلقتنا النهارده يا ابو حميد. الحمد لله والله تمام. في اي استفسار او اي سؤال معانا النهارده في حلقتنا عايز تشارك بيها محمد؟ معايا بعض الاسئله من كتاب الوزاره بس. اتفضل حبيبي. يا ريت نوطي صوت التلفزيون وبسرعه بقى، اديني الاسئله اللي عندك. علل لا يوجد التقويم الجيولوجي كاملا في مكان واحد. علل لا يوجد التقويم الجيولوجي صوت شويه يا محمد لو سمحت كاملا في مكان واحد. نوطي التلفزيون. معاك يا محمد السؤال الثاني. السؤال الثاني، وجد العلماء الإجابة المعقولة عن أصل المجال المغناطيسي للأرض. وجد العلماء إجابة معقولة عن أصل المجال المغناطيسي للأرض. برضه السؤال ده يا محمد مش كده؟ ماذا يقصد بعملية الصيام في أنواع النتيجة عن هذه العمليات؟ ودي التلفزيون شوية يا محمد لو سمحت. التلفزيون لو سمحت يا محمد. ماذا؟ عملية الطي. اذكر الشواهد الدالة على وجود كل من الفوالق وعدم التوافق. وعايز شواهد كمان. الشواهد الدالة على وجود كل من الفوالق وعدم التوافق. الفوالق وعدم التوافق. تمام محمد، في اي استفسار تاني؟ على فرض نصر لو اقارن بين حفريات الرياس وحفريات الكربون. عايز قارن بين حفريات الترياس وحفريات الكربون. حفريات العصر الترياسي والكربون. تمام، والعصر الكربون. تمام يا ابو حميد. ماشي يا حمد، ربنا يكرمك. اتابع بقى عشان تسمع اجاباتك عن الاسئله اللي انت عايزها دي. مستر هشام، لا يوجد التقويم الجيولوجي كاملا في مكان واحد. سؤال من الاسئله برضو المهمه عندنا النهارده. الله يكرمك. ده طبعا ايه بسبب ايه؟ ده بنقول السلم الجيولوجي عمره ما يكون كاملا، او التقويم الجيولوجي عمره ما يكون كاملا في مكان واحد، بسبب وجود انقطاع ترسيب او بسبب التعريه. وده اللي بنقول عليه عدم الايه؟ التوافق. بسبب وجود عدم ايه؟ التوافق، يا بسبب انقطاع الترسيب او التعريه.
وجد العلماء إجابة معقولة عن أصل المجال المغناطيسي للأرض. أولا من دراسة موجات الزلازل تبين إن الأرض إيه بتتكون من لب خارجي مصهور أو سائل يدور حول لب داخلي صلب، هو ده سبب المجال المغناطيسي، بسبب وجود لب داخلي صلب يدور حوله لب خارجي مصهور من مصهور حديد ونيكل. ماذا يحدث بعملية الطي يقصد ومن النتائج؟ يقصد ولا ماذا يقصد بعملية الطي؟ عملية الطي اللي هو ايه؟ انحناء او التواء الطبقات نتيجة قوة ضغط. انحناء او التواء الطبقات او صخور القشرة الأرضية نتيجة وجود قوة ضغط. ده المقصود بايه؟ بعملية الطي. طبعا بعد كده بيقول لي النتائج المترتبة على حدوثها. النتائج المترتبة على حدوثها طبعا ان ايه؟ ان في عندي بتبقى تكون طاية محدبة او طايه مقعره، ديتها طبعا هتكون اقدم الطبقات في المركز الطايه المحدبه، احدث الطبقات في المركز اللي هي المقعره. في برضو من ضمن النتائج هنقول ايه الفوائد بتاعه الطيات، ممكن نقولها ايه فوائد ليها نتائج ليها. الشواهد الداله على حدوث الفوارق. طيب انا اقول واحده وانت تقول واحده، مفيش مشكله. انا اقول واحده انت تقول واحده. بالنسبه للشواهد الداله على حدوث الفوارق، تعالوا كده نشوفها مع بعض بسرعه ونراجعها مع بعض بسرعه ابنائنا بناتنا الاعزاء. انصقال جانبي الفالق نتيجة حدوث حركة للصخور على جانبي الفالق مع وجود خدوش تدل على اتجاه حركة الصخور، ممكن كمان تصاعد نافورات وعيون ساخنة على مستوى الفالق، ممكن كمان المية وهي طالعة تعمل ترسيب لبعض المعادن ذات القيمة الاقتصادية بجوار الفالق أو على جانبي الفالق. لو جينا شفنا عندنا ممكن كمان تكوين بعض القطع الصخرية ذات الحواف الحادة بجوار مستوى الفالق مثل صخور تسمى بريشيا الفالق. ده بالنسبة للشواهد الدالة على حدوث الفالق. الله يكرمك. اللي هو عدم التوافق. انت حضرتك لسه انتهيت بكلمة ايه؟ حصى ذات حواف حادة بتسميها بريشيا الفالق. انا بقى بقول حصى مستدير، وجود حصى مستدير يعلو مستوى عدم التوافق اللي هو بنسميه كونجلوميريت. ودي من الاسئله الجميله قوي، ممكن نربط كده بعد كده ان شاء الله نقارن بين بريش الفوالق وبين الظاهر هنا والظاهر هنا. الله يفتح عليك. طبعا اختلاف المحتوى الحفري فجاه دي حاجه، اختلاف ميل الطبقات على جانبي اللي هو عدم التوافق، اخر حاجه وجود تراكيب جيولوجيه او عروق في احدى المجموعات واختفائها في المجموعه الاخرى. دي الظواهر او الشواهد الداله على عدم التوافق، ودي من الاسئله اللذيذه قوي. الحفريات، قارن بين حفريات العصر الترياسي والعصر الكربوني. برضو ايه ان الترياسي وجود زواحف، زواحف طائره متنوعه لسه قايلينها من شويه اللي هي زواحف طائره او مائيه او بتعيش على اليابس. شفنا برضو حفريات الامونايت. الامونايت الله يفتح عليك. اول برضو الثدييات دي كلها اللي هو من الحاجات اللي بتميز هذا العصر. بينما العصر الكربوني طبعا انتشرت فيه بعض النباتات مثل الاشجار الحرشوفيه والصراخص اللي هي اتدفنت بعد كده وكونت لنا طبقات الفحم. كمان انتشرت في العصر الكربوني البرمائي. الله يفتح عليك. فالنوعين دول من الحفريات كانوا بيميزوا العصر الكربوني. نرجع لأسئلتنا مرة أخرى مستر هشام ونشوف كده سؤال آخر بيقول لي عايزين مثال لعنصر وهمي يقع بين كتلتي صخور تعرضا لكسر يصحبه إزاحة. عنصر وعنصر وهمي يقع بين كتلتي صخور تعرضا لكسر يصحبه إزاحة. إيه موضوع عنصر وهمي ده يا مستر هشام؟ أنا يعني ال دلوقتي بنتكلم عن عناصر كده كسر معاه ازاحه. طب ده مين؟ الله يفتح عليك. الاول نبدا من الاخر خالص، كسر يصاحبه ازاحه يبقى انا عندي فالق. تمام. الفالق احنا اخذنا له عناصر تركيبيه او عناصر بتاعته، فانا عندي صخور الحائط العلوي وصخور الحائط السفلي وعندي مستوى الفالق. صخور الحائط العلوي كتله انا شايفها ايه؟ كتله، فديت مش وهميه. صخور الحائط السفلي كتله، واخد بالك ازاي؟ اما اللي بيقع بين كتلتي الصخور اللي هو مستوى الفالق. مستوى ايه؟ الفالق. ادرس الشكل الذي امامك ثم اجب عن الاسئلة الاتية. ادرس الشكل الذي امامك ثم اجب عن الاسئلة الاتية. تعرف على التركيب 1 و2 وعلل اختيارك. تاني تعرف على التركيب 1 و2 وعلل اختيارك.
انت فاهم يا استاذ محمد؟ قبل ما نتكلم في اي حاجه بالنسبه لتركيب واحد او اتنين، هنتكلم نمسك مثلا تركيب واحد الاول. اشوف تركيب واحد ده احدد لنفسي فين صخور حائط العلوي، فين صخور حائط. انا شايف ان دي صخور الكتله دي هي صخور حائط العلوي، يبقى دي صخور حائط السفلي. طب انا شايف صخور حائط العلوي نزلت لتحت، بدل شايف السطح دوت باين منها صخور حائط، صخور حائط العلوي تحركت الى اسفل، صخور حائط العلوي تحركت الى اسفل، واخد بالك ازاي؟ تمام تمام مستر هشام. صخور حائط العلوي تحركت الى اسفل، يبقى ده فالق عادي على طول. فالق عادي، يبقى نتكلم على ده فالق عادي. كويس. طيب هنا الكتله دي يا استاذ محمد، الكتله ديت انا شايف ان الكتله مستوى الكتلتين ما فيش حد ارتفع عن الثاني، هما نفس الكتله. احنا في رقم 2 يا مستر هشام تحت. سوري انت في رقم 2. سوري انا اسف. نمره 2، نمره 2 هنا. الفالق ده لو فرضنا يا محمد ادي الكتله دي، ادي هي الكتله اهي، هنا الكتله دي بقت ايه؟ هنا في نمره 2 هنا. لو خدنا الكتله دي الطبقه دي مع الطبقه دي مثلا، هنا صخور الحائط العلوي اهي وصخور الحائط السفلي هي دي، يبقى صخور الحائط العلوي اتحركت برضه الى اسفل، يبقى ده فالق رقم برضه 2 هنا، فالق عادي ايضا. بص يا استاذ محمد ما يخدعنيش في السؤال، مش ايه واحد واثنين على طول ايه، فواحد واثنين مثلا ايه، يبقى ده فرق عادي، يبقى الثاني معكوس، ويبقى انا كده الدنيا باظت مني. ما ينفعش الله يكرمك اركز مع كله. ما تقلقش من الموضوع ده خالص، ممكن اجيب الفالقين عادي، فالقين معكوس او فدايما ما ايه، ما اقلقش وما توترش ايه في الرسم، اطبق الرسم واعمل على اختيارك بقى. طبعا هتبقى الاجابه هنا، لان صخور الحائط العلوي تحركت الى اسفل بالنسبه لصخور الحائط السفلي نتيجه تاثير قوى شد على طول. الله يفتح. نرجع لسؤال اخر مستر هشام، بيقول لي تعرف على التركيب رقم 3 وعلل الاختيار. واضح قوي، صخور حائط انا عندي فالق عادي زي ما اتفقنا، فالق عادي والفالقين عاديين اتحدات، اثرت صخور بفالقين عاديين اتحد في صخور الحائط العلوي، يبقى ده فالق خندقي او فالق خسفي. يبقى طبعا هنعلل الاختياري، لان ايه؟ لان تاثرت الصخور بفالقين عاديين اتحد في صخور الحائط العلوي. نرجع كده مستر هشام، بيقول لي تعرف على التركيب رقم 4 وعلل الاختيار. الله يكرمك. التركيب رقم 4 انا شايف الكتله دي هي الكتله دي نفس المنسوب، مفيش حد ارتفع عن الثاني يا استاذ محمد، دي ما ارتفعتش عن دي، ما ارتفعتش عن بعضها، وشايف احد الجانبين كده بين منها، يبقى ده فالق. قول لي بقى استاذ محمد، يبقى ده فالق ايه؟ فالق ذو حركه افقيه. الله يكرمك. الله. وفي حاجه كمان يا مستر هشام، اتجاه حركه الصخور عامله خدوش تدل على ان الازاحه هنا افقيه، على عكس الفالق العادي كانت الخدوش راسيه على طول. الله يكرمك. يبقى فالق ايه؟ يبقى ده فالق رقم 4 ذو حركه افقيه، لان الصخور هنا حدث ليها ازاحه افقيه دون حدوث اي ازاحه راسيه. معانا اتصال احمد من الاقصر مستر هشام. احمد اهلا وسهلا بك يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس رقم 2 مش عامل خطوط، هو ممكن اقول انتقال جانبي الفالق مع وجود خطوط موازيه في رقم 2؟ عامل خطوط على الصخور تاني. طيب بص كده معايا للسؤال تاني يا احمد، هو بيقول تعرف على التركيب دوت، يبقى على طول تركيب جيولوجي على طول، ومعنى تركيب جيولوجي يبقى احنا بنشتغل هنا على حاجات معينه، يا اما فوالق يا فواصل يا طيات. نعم. طبعا انا قدامي هنا على طول ده كسر، والصخور مش قدام بعضها، يبقى ده على طول فالق على طول. احمد بص يا احمد، ولكل ابنائي، لكل ابنائي الكلمه دي مهمه جدا، الله يكرمكم ركزوا فيها، لكل ابنائي ركزوا في الكلمه دي. لما اقول لك ماذا يدل عليه التركيب، تلاقي الاسئله دي موجوده كتير قوي متنوعه عندك، ماذا يدل عليه التركيب؟ طالما انا قلت لك التركيب واحد، لو سمحت ايا كان، بقول طالما قلت كلمه تركيب يبقى فالق، او لو في رسمه ثانيه يبقى طيه، او اصله عدم توافق، او يعني خليك ايه، ما دام قلت كلمه تركيب. لما اجي اقول لك ماذا يدل عليه الرقم 3، العنصر حتى لو ما قلتش كلمه عنصر، ماذا يدل عليه الرقم يبقى ايه؟ لو سمحت يبقى تقول لي مثلا اذا كانت مستوى الفالق، اذا كنت عاوز صخور الحائط العلوي، اذا كنت هتقول مثلا الجانب الحائط، وهكذا، المستوى المحوري المحور. ماشي يا ابني؟ ربنا يبارك فيك. بس مهم قوي التركيب، يبقى تركيب كلمه فالق، وما تقولش فالق عادي او فالق معكوس، فالق ذو حركه افقيه ايا كان، برضه ما تقوليش طيه، تقول لي طيه محدبه او طيه مقعره، وزي ما الاستاذ محمد قال لنا
كلمه تركيب تركز قوي 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 عليها. ربنا يكرمك يا احمد. نعم. في اي استفسار تاني يا احمد؟ معلش بس سطح عدم التوافق في الزاوي. تمام. سطح عدم التوافق في الزاوي بيكون بين الطبقات الرسوبيه ولا العاده الطبيعيه يعني ينفع؟ تاني انت بتقول بيوجد ما بين الزاوية ايه؟ الزاويه بتكون انت قلت بيوجد ما بين ايه؟ طبقات رسوبيه. رسوبيه. الطبقات اهو الرسوبيه، الطبقات ديت ممكن تبقى طبقات جيد ميله، ممكن تبقى طيه، يمكن احنا وضحنا في سؤال من شويه كان في طيه فوقيها سطح عدم توافق زيرو، وهتيجي اسئله برضو كتير. يبقى ممكن الطبقه مايله وممكن تبقى في صوره طيه محدبه او طيه مقعره. شوف الصوره دي كده تاني يا محمد. شوف الصوره دي كده تاني يا احمد. يعني الصوره دي يا احمد كده بص، هنا الطبقات عامله ميل مع الطبقات اللي فوق مع السطح اللي هو سطح رقم 5 ده، الطبقات عامله زاويه زي ما انا رسمت لك كده، بشوف سطح الطبقه العلوي وسطح الطبقه السفلي بغض النظر، عامله زاويه. في كتاب المدرسه هو رسمها لك مباشره، هقول لك حاجه، انا لو خبيت الجزء ده انا مش عارف هو طايه ولا لا، اهو انا هخبي بدايه كده الجزء ده. اللي هو زي كان رسم جزء من اللي هو الرسم بتاع كتاب المدرسه. لو عملتها كده، شايف كده يا احمد؟ طبقات مايله واضحه جدا، لو كبرت بقى الرسمه، الله دي جزء من الطيه. يبقى انا حتى الرسمه بتاعت كتاب المدرسه لو انا كبرت الرسمه قوي هتلاقي الرسمه اللي انا كنت راسمها كانت جزء من طيه سواء محدبه او مقعره. فالطبقات ايه؟ اهو كده. شايف طيه ولا حاجه؟ مش شايف طيه. ايوه. مش شايف طيه خالص، بس شايف طبقات مايله. طب انا كبرت لك الرسمه يا حبيبي اهو. طبقات يبقى في الغالب بتبقى جزء من طيه، او مش لازم اجيبها لك مباشره زي ما كانت مرسومه في كتاب المدرسه. اشوف السطح اللي هو عامل زاويه يبقى دي سطح عدم توافق زاوي. في اي استفسار تاني يا احمد؟ دايما بس الصخور الرسوبيه بتعلو سطح عدم التوافق دايما؟ لا مش دايما. دايما تاني سطح عدم التوافق يبقى عليه صخر رسوبي. دايما دايما يعني؟ ما احنا قلنا تاني من انواع عدم التوافق الثلاثه اللي انت درستهم كنا بنقول في المتباين وجود طبقات صخور ناريه او متحوله يعلوها، طبقات رسوبيه حديثه. في الزاوي طبقات مائله قديمه يعلوها طبقات رسوبيه حديثه. في الانقطاعي طبقات رسوبيه افقيه يعلوها طبقات افقيه موازيه لها حديثه. احمد حبيبي كده كلها صخور رسوبيه في الانواع اللي علينا كلها. احنا ما درسناه الثلاث انواع. في عدم توافق كتير جدا 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 يا احمد، فلو سمحت ما تتطرقش، او ما يعني بنصح برضو ولادي ما تتطرقوش لحاجات انا اللي موجود عندك في المنهج ثلاث انواع. في انواع تانية اتكلم عنها ليه ولا ايه؟ مش موجوده عندي. اتكلم ليه عن عدم توافق حاجات معينه؟ لو سمحت مش هنتكلم عنها خالص، ولا هنذكرها ولا نقول فيه ولا لا، لانها مش موجوده عندي في المنهج ومش هتكون مجال سؤال ابدا ليك. تاكد يقينا انا مش هسالك غير في التلات انواع اللي انا ذكرتهم لك في كتاب المدرسه. ماشي حبيبي؟ فما تطرقش حاجات تانية وانا فاهم معنى سؤالك يا احمد. ربنا يوفقك يا ابني. شكرا مستر. ربنا يوفقك يا حبيبي. سؤال اخر مستر هشام بيقول لي تخير الاجابه المناسبه لكل مما ياتي. بيقول لي التركيب الف وب على الترتيب تكون نتيجه تاثير. طب الله يكرمك. التركيب الف وب على الترتيب طبعا تكون نتيجه تاثير مين على الترتيب برضه؟ بيقول لي قوة شد وعامل بيئية ومناخية، قوة ضغط وترسيب رياح، قوة ضغط وقوة تكتونية، عوامل بيئية ومناخية وقوة تكتونية. جميل قوي. هو انا التركيب الف الاول لازم احدده في دماغي، التركيب الف ده عبارة عن ايه؟ فالتركيب الف انا شايفه طية مقعرة. طية مقعرة. يبقى ايه؟ التركيب ده دوت نتيجة ايه؟ ده علامات النيم، شايف رملة وشايف مش عارف ايه، فشايف ايه علامات النيم؟ إيه؟ حاجات موازية كده، فدي بنقول عليها علامات النيم. فبرضه هحطها في دماغي، التركيب ألف تراكيب مفروض ثانوية، والتركيب ب تراكيب ايه أولية. نبدأ بقى نختار الاختيارات بتاعت حضرتك، يعني الأول أحددها على رأس السؤال نفسه، أحدد لنفسي ايه ده؟ الرسمة دي شكلها ايه؟ دي بتاعت ايه دي؟ تعالى بقى، قوة ألف وب، هل ألف اللي هو الإجابة ألف قوة شد وعنبية؟ لا انا اعرف التركيب ما تنفعش خالص بقى كده، الشد لان الشد ضغط اصلا. الله يفتح عليك، يبقى دي كده بقى خاطئه. هل به قوة ضغط وترسيب الرياح؟ احتمال، انا مش متاكد قوي بس هنقول ايه، هنسيبها ديت بس. انا شطبنا الف. جيم قوة ضغط وقوة تكتونية، به لا به مش قوة تكتونية خالص، ده حتى التركيب الاولية قلنا ايه؟ دون تدخل من قوى ايه؟ الداخلية او التكتونية. طيب يبقى جيم هنشطبها. عوامل دمردال، عوامل بيئيه ومناخيه، الله ده الف مش عوامل بيئيه ومناخيه خالص، يبقى هنشطب دال على طول
تلقائي. يبقى هو الإجابة اللي عندي نمرة ب قوة ضغط وترسيب الرياح. سؤال آخر مستر هشام بيقول لي قارن بين جيولوجيا المياه الجوفية وجيولوجيا البترول. بالنسبة لجيولوجيا المياه الجوفية بسرعة كده بيقول لي يختص بدراسة المياه الجوفية والأرضية وكيفية استخراجها والاستفادة منها في الزراعة واستصلاح الأراضي، بينما جيولوجيا البترول يختص بدراسة العمليات التي تتعلق بنشأة البترول أو الغاز الطبيعي وهجرته وتخزينه في الصخور. الله يكرمك يا استاذ محمد، ربنا يكرمك من السؤال ده. ولادي من اول الملزمه، من اول الباب لغايه اخره خالص، يبقى ايه؟ ما فيسيبش حاجه، ما قلتش دي هتيجي ما تجيش، لا هنذاكر كله ونراجع كله، ربنا يكرمكم. اكتب المصطلح العلمي الدال على نطاق بقمه الوشاح يتكون من صخور لدنه مائعه تسمح بانتشار دوامات الحمل. الجملة دي جميلة جدا وصدق، يعني ممكن اشوف حضرتك جايبها لي مصطلح علمي، وممكن نقول ماذا يحدث، وممكن نقول ايه علل، وممكن اللي هو الاسينوسفير ده او الجزء العلوي من الوشاح مهم جدا. يبقى نطاق بقمة الوشاح يتكون من سخول لدنة مائعة اسمه الاسينوسفير، اسمه الاسينوسفير. طبعا الوشاح الخارجي او الاسينوسفير على طول. سؤال اخر مستر هشام، فسر بقى الصخور الرسوبية ذات طابع طباقي. الصخور الرسوبية ذات طابع طباقي لأنها توجد على هيئة طبقات، توجد على هيئة طبقات قد تختلف. هقول بقى حاجات كتير بقى، أنا يمكن أنسى حاجات بس إيه حضرتك تفكر، قد تختلف في السمك وفي اللون وفي التركيب والمحتوى الحفري والمواد اللاحمة، فعندك حاجات. فالمهم إيه، بتوجد على هيئة طبقات، التركيب الكيميائي برضه والمعدني، والتركيب الكيميائي والمعدني، فلأنها توجد على هيئة طبقات تختلف في السمك والتركيب الكيميائي والمعدني واللون والمحتوى الحفري والمواد اللحمة. معانا اتصال مستر هشام. معانا فاطمه من الجيزه، اهلا وسهلا بيك يا فاطمه. اهلا بيك يا فاطمه. السلام عليكم. يا مستر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستر وانا كان عندي مساله كنت عايز اسالها. اتفضلي. كم تبلغ المسافه بين طائره في الهواء؟ المسافه بين طائره الضغط عليه في الهواء، الضغط عليها. اتفضلي ايه فاطمه معاكي؟ نص ضغط جوي ووسط في الماء، الضغط عليا 1.2. ثانية واحدة دقيقة. عايزة المسافة بين طائرة في الهواء، الضغط عليا كام؟ نص ضغط جوي. نص ضغط جوي، ايوه. وغواصة في الماء، الضغط عليا 51 ضغط جوي. الضغط عليها 51 ضغط جو. فمستر هشام طبعا الجزء الثاني من السؤال ده علوم بيئه، ولسه يعني انت كده السؤال بتاعك متقدم قوي يا فاطمه. فاحنا هنجاوبك على النص الاولاني واخد بالك؟ يعني مش مشكله، بس ايه يعني برضو ما تقلقيش نفسك قوي. النص الثاني من السؤال ده علينا في علوم البيئه ان شاء الله. هو عامه لما تكون الطياره دي الضغط اللي عليها نص ضغط جوي، احنا بنقول الضغط الجوي المفروض هنا واحد على سطح البحر، على سطح البحر واحد. فكل ما بطلع لاعلى 5.5 كيلو متر يبقى ايه الضغط ايه بيقل نصف قيمته، طالما ان هو نصف ضغط جوي يبقى هنا الارتفاع بتاعي 5.5 كيلو متر. يعني برضو عشان بنتنا برضو ايه ما تقلقش يعني لما تكون على غواصه على عمق في الماء، على عمق الضغط عليها 51، يبقى هي على عمق 500 متر. 500 متر. على عمق كم؟ 500 متر. 500 متر. يبقى 500 متر، يعني اللي هو بص هنحولها نص كيلو. يبقى المسافة بينهم بقى دلوقتي هنا 5.5، أنت بتقول المسافة اللي بينهم 5.5 زاد نص، يبقى المسافة بينهم 6 كيلو متر. برضه جزئية جت إزاي 500 متر ديت؟ هناخدها بالتفصيل في علوم البيئة. هنقول الضغط الكلي بيساوي عمق الماء على 10 زائد 1. الضغط الكلي بيساوي عمق الماء على 10 زائد 1، العلاقه ديت هتقدر تفك لك الجزئيه ديت. يعني هنقول واحد مثلا 51 على 10 زائد 1 ولا ايه؟ لا لا لا، 51 بتساوي العمق على 10 زائد 1، لما تحل المعادله ديت هتطلع المسافه 500 متر على طول. اقول لحضرتك هي 51 هقول ناقص 1، العكس بقى 1 بعدين حضرتك عشان اجيب العمق، ناقص 1 هتساوي 50، 50 اضربها في 10 هتطلع ال 500 متر. اللي يعني 51 يعني اقول ناقص 1
ماشي يا فاطمه، عشان بس ده ايه في باب البيع، بس بنقولها كده ليكي كده. ده 51 ناقص 1 يبقى 50. 50 ال 50 ديت اضربها في 10 هيطلع لي رقم 500. ده المسافه لما اجي احدد المسافه، يبقى المسافه دي جبتها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها ديت. ديت يبقى يعني ايوه هنزود عليها نص. لا زود عليها نص ليه؟ الاجابه تاني هتطلع 6 كيلو متر. دي 500 متر وديت 5500. بلاش 5500 متر. 500 زائد 5 يعني ما نخليهم بالمتر يا اما نخليهم بالكيلو يا فاطمه. لو بالمتر 500 زائد 5500 ب 6000 متر، يعني هم 6 كيلو. هنا نص كيلو زائد 5.5 كيلو هي 6 كيلو. ماشي يا بابا؟ ربنا يكرمك ولو واي خدمات ربنا يكرمك. نرجع مستر هشام كده سؤال اخير بقى في لقائنا النهارده، بيقول لي فسر برضه تختلف المسافه بين الفواصل. تختلف المسافه بين الفواصل. من الاسئله اللذيذه جدا جدا. المسافه بين الفواصل بتختلف بسبب نوع الصخر، سمك الصخر، طريقه استجابه الصخر لايه؟ للقوى المؤثره عليه. طبعا اللحظات مع وقتنا عدى مع حضرتك بسرعه مستر هشام. نشكر حضرتك في نهايه لقائنا اليوم. بنشكركم اعزائنا المشاهدين، ونشكر كل فريق الاعداد ساعدنا بلقائكم دايما وبيساعدنا اتصالكم. لينا رحله جديده في لقائنا القادم ان شاء الله، وباب جديد ورحله البحث عن المعادن. عايزين نعرف يعني ايه معدن واستخدامات المعادن و بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية للمعادن. هتبقى ده لقائنا في بابنا الجديد إن شاء الله في الأسبوع القادم. نراكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم